برحب بحضراتكم مرة أخرى. من ساعات قليلة كنا مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وجلاء التفقدية في مشروع شبرا بنها الحر وأيضا ربطه بالطريق الإقليمي. انتقلنا مع سيادة الوزير لمكتبه علشان نطرح العديد من التساؤلات في العديد من الملفات الخاصة بالنقل. حقيقة ملف النقل ملف غني، ملف فيه العديد من التحديات. هنتكلم على تطوير منظومة النقل والركاب، هنتكلم على تطوير السكك الحديدية، وبالتأكيد ملف مهم جدا جدا. هنتكلم أيضا على المواني، النقل النهري من الحاجات المهمة جدا اللي هيتم طرحها والعديد من المشروعات. مرة تانية برحب بحضرتك سيادة الوزير. أهلا بحضرتك وطبعا جزيل الشكر، وإحنا أسفين طبعا على التطويل على حضرتك النهاردة، لكن بالتأكيد ملف النقل ملف مهم جدا. احنا الصبح كنا طبعا في جوله تفقديه في طريق شبرا بنها وربطه بطريق الدايك، لكن احنا عايزين نتكلم بقى بشكل عام على المشروع القومي للطرق، يعني ندي سرد كده بشكل ملخص شويه للناس. المرحله الاولى اعتقد ان هي كانت 2700 كيلومتر، المرحله الثانيه، وادخلنا بقى على المرحله الثالثه اللي هيبقى فيها جزء كبير في الصعيد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا اشكرك على الاساس الزياره، احنا ده شغلنا اساسا، يعني احنا بس النهارده تعبناكم في درجه حراره تقريبا قرابه 42 درجه، فطبعا اديكم حسيتوا برضو بالناس والمهندسين والعمال بتوعنا بيتعبوا قد ايه عشان حاجه واحده بس، عشان نخدم اهلنا، سواء اذا كانوا بقى في الصعيد او في الدلتا او وريفر هم فين. انما حقيقه هو المشروع القومي للطرق ده من المشاريع اللي اتاخرت، يعني مش عايز اقول لحضرتك تقريبا 4 عقود. لو انا بتكلم هنا بصفتي استاذ في الجامعه قبل ما اكون بطبيعه الحال وزير دلوقتي، يعني هذا المشروع تاخر 40 سنه. بدايه تطور اي بلد في الدنيا، عشان اقول ان انا هجيب مستثمرين عشان اكون عندي قوه اقتصاديه لازم اكون ابص على شبكه النقل. دايما الناس بتتكلم في الدول اللي هي بتسميها developing country، developing اللي هي البلاد اللي لسه في بداية النمو أو النامية، يعني غير developed countries اللي هي البلاد اللي هي يعني زي أمريكا زي ألمانيا زي البلاد دهية. احنا لازم ننظر في قبل ما نتكلم في خطط نمو رهيب، لازم نبص على شبكات النقل. مش بالضروره تبقى شبكه طرق فقط، لا، انا بتكلم زي ما انت حضرتك تفضلتي قلتي شبكه النقل اتلارج اللي هي بالمفهوم الشامل الكامل. يعني ايزنهاور لما جه سنه 50 رئيس لدوله الولايات المتحده الامريكيه، كان شاف شبكه الاوتوبان اللي موجوده في المانيا سنه 45 لما دخلوا المانيا بعد الحرب مباشره. وهنا لما شاف الشبكه بتاعت الاوتوبان قال انا عرفت ليه هتلر كان عنده القدره ان هو يغزو اوروبا كلها. فراح عمل خطه اسمها خطه مارشال، عمل خطه من سنه 50 وحطها في البرنامج الانتخابي بتاعه، ونتج عنها الاكسبريس ويز اللي هي عملتها امريكا، استمرت لمده 20 سنه اللي هي شبكات الاكسبريس ويز اللي هي اللي معموله في امريكا. واشترك فيها على فكره يعني الموديل ده اشتركت فيها الامريكان نيفي واليو اس كوربس اوف انجينير اللي هي زي الاشغال العسكريه كده، يعني عندنا او الهيئه الهندسيه اللي عندنا في مصر، يعني اللي شبيهه كده، واشترك فيها القطاع الخاص بعد كده. يعني كانت بدايتها برضو اليو اس كوربس اوف انجينير، وعملوا عليه حتى مواصفات احنا بندرسها للطلبه، يعني مواصفات الهندسيه لصناعه الطرق، وكانت حاجه حصلت فيها تطور، وخدت منها حاجه اسمها مواصفات الاشتو. الاشتو اللي هي المواصفات الامريكيه للطرق. يعني دي كانت نبذه سريعه كده لاهميه هذه الشبكات الطرق. يعني احنا في مصر حقيقه لما جه سياده الرئيس يعني حط البرنامج الانتخابي بتاعه في 2014 اهتم جدا بشبكه الطرق، لان هي دي اللي بنسميها اللو هانجينج فروتس او الكويك جينز او الكويك وين، اللي احنا عايزين الاقتصاد يجري بسرعه. يبقى اذا اول حاجه ندور عليها شبكه الطرق، ايه هي المطلوب عشان شبكات الطرق دي يعني تحقق او يعني يحصل تدفق للاستثمار في شرايين البلد. فكان اتعملت مرحله الشبكات القوميه للطرق على 3 مراحل، مرحله اولى ثانيه ثالثه. المرحله الاولى كان سياده الرئيس كان طبعا في الشغل اللي هو الاتمام ما تم تنفيذه في مشروع القاهره اسكندريه الصحراوي،
وكان حقيقة الناس كلها عارفة ان هو ابتدى كانت سنة 2008 وتوقف تماما في 2012. فالرئيس دخل في هذا المشروع، الدولة دخلت فيه خلصته بالكامل، وكان افتتح الطريق تقريبا في 30/6/2015. كانت سنة حاسمة جدا، انتهى فيها المرحلة الخامسة والسادسة من الطريق الصحراوي، وبالكل اليوترنات، والناس كلها شافت الكلام ده هوت على الطبيعة. في 2015 عمل ايه؟ النهاردة احنا بنروح القاهرة من القاهرة لإسكندرية او من إسكندرية للقاهرة من البوابة للبوابة في ساعة وعشر دقايق بالظبط، ساعة وعشر دقايق. فطبعا ده كان حلم بالنسبة لنا، والأهم من كده ان هو كان في امان. يعني النهارده انت في يعني المخارج كلها والمداخل عباره عن كباري او انفاق فبقاش عندنا في قلق بالظبط زي حضرتك اشرت. فكان ده طبعا ده ودي حاجه، يعني انا كان عندنا في زياره من اي ام او في اللي هي منظمه الملاحه الدوليه. كان حقيقه الست اللي ماسكاها جت بتقول لي انا عايز اقول لك حاجه لازم اقولها لك. قلت لها خير؟ قالت لي انا من 7 سنين كنت في مصر، او كان في تحديدا في 2009، فبتقولي انا النهارده شايفه طرق مختلفه تماما عن اللي انا شفتها في 2009. فهي راحت كانت اسكندريه وراحت السويس، فشافت طريق السويس وطريق اسكندريه، فهي لمست بنفسها وقالت لي الحقيقه انا بحييكم على شبكه البنيه التحتيه اللي انتوا الواضحه دي. فهي ما تم انجازه في المرحله الاولى هو طريق قناه اسكندريه الصحراوي، طريق السويس الصحراوي، في بعض الطرق المهمه جدا كانت برضو اتعمل فيها شغل جامد، اللي هي طريق الاسماعيليه، القاهره الاسماعيليه، اللي هي القوات المسلحه شريك رئيسي فيه، هي اللي عملت الطريق، خدته من هيئه طرق كباري، وسعته، عملت ترنات علويه بنفس الفكر بتاع الطريق القاهره اسكندريه. اتعمل طرق في البحر الاحمر، يمكن الناس ما خدتش بالها منها، اللي هو سوهاج البحر الاحمر، اسيوط البحر الاحمر. ابتدت الطرق ديت ازدواج طريق سفاجه هنا، وده كان من الطرق المهمه جدا دي عشان الاستثمار الصناعي اللي احنا عندنا في مشروع المثلث الذهبي. أيوة. فهو هنا بقى اللي حصل ايه؟ انا اقول لك بقى الفرق بقى اللي تم في الثلاث سنين دول عن السنين السابقه. احنا اول حاجه السنين السابقه كم الكيلومترات اللي اضيفت كانت قليله جدا. يعني احنا النهارده كان عندنا شبكه الطرق السريعه اللي احنا مسؤولين عنها حوالي 23000 كيلو. احنا ان شاء الله بنستهدف شبكه الطرق السريعه بعد تمام المرحله الثالثه للطرق حوالي 30000، يعني هنضيف 6000 كيلو على اللي كان موجود. على اللي كان موجود. لا و6000 بقى ايه بقى؟ بمواصفات مختلفه. يعني ما بقاش بقى زمان الحارتين الضيقين وبيبقى حاره واحده رايح جاي الحقيقه رايح جاي او حارتين مثلا. لا احنا ده الجديد بقى ان الحارات هنا فيها بيتراعى فيها الفوليوم على الكاباسيتي ريشيو مستقبلا، يعني الحجم على السعه التصميميه مستقبلا مش النهارده. الحاجه الثانيه اللي احنا الامان والامن والسلامه لازم يتراعى في الطرق دهيت انها يتعمل طرق حره بقدر الامكان، ولو في رجوع للخلف لازم يتعمل لها كباري دورانات مخارج ومداخل بالظبط على 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 سليب رامب كده، وبعد كده والفصل كمان ما بين النقل الثقيل والملاكي، دي من اهم هي دي اتعملت بنجاح شديد طبعًا جدا طبعًا. بس هي مش في كل الطرق هنقدر نعملها عشان الاقتصاديات يعني أكيد. انما هي في الطرق اللي هي تحتوي على نسبه نقل عالي زي طريق قاهره اسكندريه الصحراوي، زي طريق قاهره السويس، زي طريق ان شاء الله كمان بقى الطريق اللي احنا اتكلمنا عليه الصبح واحنا في الموقع اسيوط الغربي، اللي هو تطوير طريق القاهره اسيوط الغربي، ان هيتعمل فعلا حارات مخصصه للنقل عشان الطريق ده يعني نسبه النقل التقيل فيها تقترب تقريبا من 45%. المرحله الثالثه ان شاء الله اللي هنبتدي فيها امتى؟ اللي هي هيبقى فيها هي ابتدت يا فندم ابتدت ابتدت فعلا، يعني ابتدت الشركات ابتدت تنزل، اوامر الاسناد تم يعني في سبيلنا ان احنا ناخد عليها موافقه اللجنه الهندسيه الوزاريه، وبعد كده هتخش مجلس الوزراء، وبعد كده تبتدي الشركات تشتغل. بس هم كل شركه دلوقتي عارفه القطاع اللي فيها ايه، ابتدت كل شركه تعمل رفع مساحي، تعمل جسات او ابحاث تربه عشان تحدد التصميمات اللي هي المطلوب منها. يعني ابتدت كل شركه ابتدت تشتغل ان شاء الله. يعني سوهاج بقى طريق سوهاج البحر الاحمر، سوهاج البحر الاحمر كان هو اتعمل
180 كيلو فيه اللي هو من البحر الاحمر حتى نقطه المفارق، في نقطه مفارق معروفه جدا، وبعد كده بتبقى عامله زي الدلتا من بعد النقطه دهيت دلتا كده رايح لاسيوط ورايح لسوهاج. تم ازدواج الجزء ال 180 كيلو الاولانيين واتعمل ثلاث حارات ثلاث حارات. احنا بقى في الامتداد في المرحله الثالثه هنمسك من نقطه المفرق ده اللي هو رايح لاسيوط، هيتم ازدواجه وعملوا ثلاث حارات برضو، ومن نقطه المفرق ده لسوهاج برضو نفس كذلك. الميزه بقى حقيقه في الجزء ده ان احنا عندنا طريق الجيش الممتاز اللي هو موجود اللي هو ثلاث حارات لحد اسيوط، هيبقى اكنك بالظبط هتكملي بقى من اسيوط للمفرق ومن المفرق لسوهاج، فاذا اكننا كملنا الطريق لحد سوهاج ثلاث حارات حر في الاتجاهين. طيب في اي خطه، يعني نقول خطه افتتاحات، يعني طرق احنا الفتره القادمه هيبقى قدامنا طرق بالفعل انتهينا منها، هيبقى هو اهم حاجه عندنا افتتاحه اللي هو ان شاء الله على الحج في شبرا بقى. ده ان شاء الله باذن الله في ابتداء من نص الثاني من شهر 8 تبقى ان شاء الله باذن الله يعني لوقت السيد الرئيس ونعمل له احتفال يليق حقيقه باهميه هذا الطريق اللي احنا قلنا عليه ان هو طريق حر بيربط، وسره كمان نجاحه اكتر مش بس ان هو طريق حر بيخدم شبرا بنها، لا ان هو ربطه بالطريق الدائري الحالي والدائري الاقليمي، ربط حر هنا وربط حر هنا. طب ده الجزء اللي هيتم افتتاحه قريبا في الدائري نقدر نقول القوس الشمالي على ما اعتقد، ده اللي هيتم جزء من القوس الشمالي الشرقي اللي هو من تقاطع محور شبرا بنها لحد ما حضرتك شفتي طريق اسكندريه الزراعي النهارده. ده الجزء يعني هناخد حوالي 6 كيلو من طريق الدائري الاقليمي بالوصله بتاعت كوبري بنها اللي حضرتك صورت فيه النهارده على النيل مع طريق شبرا بنها، ده كل ده افتتاح واحد. يعني احنا هنفتتح تقريبا قرابه ال 50 كيلو 42 كيلو من طريق شبرا بنها وحوالي 7 كيلو من طريق الدائري الاقليمي بما فيهم كوبري بنها اللي على النيل بالمداخل والمخارج، اجمالي تقريبا حوالي 50 كيلو. طيب المرحله الجايه بقى في المرحله الجايه أيوة القوس الشمالي الشرقي بقى بقيته أيوة. اللي هو من تقاطع شبرا بنها حتى طريق بلبيس الصحراوي، يعني هنربط مع طريق الزقازيق بنها الزقازيق، بعد كده عندنا في طريق اللي هو طريق ترعه الاسماعيليه اللي هو بتاع اللي هو طريق الاسماعيليه الزراعي، وبعد كده حتى ما نوصل مع طريق بلبيس الصحراوي. فالاجمالي القوس ده برضه مهم جدا حوالي 40 كيلو هيبقى المرحله القادمه 35 كيلو من بلبيس لحد حتى طريق شبرا بنها. طيب طريق اسكندريه الزراعي ووصولا لطريق اسكندريه الصحراوي، ده الكلام ده ان شاء الله باذن الله هيكون على نهايه تسعة يعني او في خلال شهر 9، يبقى كمان اضفنا حوالي 40 كيلو في منتهى الاهميه. وبعد كده ان شاء الله بقى اللي احنا مستنيين كلنا بقى امتداد الطريق القوس الشمالي الغربي اللي هو من طريق اسكندريه الزراعي لطريق اسكندريه الصحراوي، ده اللي هو بيمر بقى في ارض المنوفيه كلها ومنطقه البحيره والى اخره لحد، وهنعدي فيه كوبري كمان على النيل زي اللي حضرتك شفتيه النهارده في بنها، في كوبري هناك بقى في فرع رشيد، يبقى كده القوس اكتمل. وده ايوه ده سؤالي، امتى يكتمل القوس؟ يعني امتى هنقول ان احنا عندنا الطريق الدائري الاقليمي اخر السنه دي انتهى بقى. انت اخر السنه دي اخر السنه دي بالكتير نص يناير او اخر يناير ان شاء الله، احنا بنامل يكون اخر السنه دي وان شاء الله، وبرامجنا الزمنيه ماشيه على اخر السنه دي. فيعني لو حصل مثلا هيبقى تاخير هيبقى في اسبوعين او بكتير شهر ان شاء الله. طيب احنا كده مجال اعتقد الطرق هتسأل الرقم بقى اللي حضرتك ما سالتيش عليه، التكاليف. التكلفة هو ده يعني حقيقه، يعني زي ما قلت لحضرتك النهارده الطريق عندنا طريق حر واراضي زراعيه، فبنعمل كميه انفاق رهيبه جدا، ان ما عندناش ما فيش امكانيه ان احنا يكون عندنا مدق ترابي ونقفله بجسر ترابي. يعني يكون عندنا مدق الفلاح تعود من بدايه ما اتولد ان هو يروح الجنينه بتاعته او الارض بتاعته عن طريق المدق، ان انا اروح اسدده له بجسر ترابي. فلازم نعمل يعني ادينا له الفاسيلتي ان هو لازم يطلع بالجرار بتاعه بالمواشي بتاعته بكل ادوات اللي بيحتاجها من بيته من البيت للغيط، يعني زي ما بنقول من البيت ده للغيط. احنا صورناه النهارده الصبح على ارض الواقع، كميه انفاق رهيبه جدا معموله. فكل الانفاق اللي احنا عاملينها دي، مثلا حضرتك تصوري مثلا ال 40 كيلو بتوع شبرا بنها، السؤال فيها كم يعني منشأ صناعي؟ 62
62 عمل منهم 20 نفق والباقي كباري بتخدم الانفاق طبعا بتخدم حركه الفلاحين بالاضافه لحركه الايه النقل الثقيل والنقل العادي فطبعا كم من الاعمال رهيبه جدا فعشان تعمل الكلام ده تكلفه بتبقى عاليه قوي لان احنا مضطر نرفع الجسر الترابي ونرفع الطريق على الارض عشان نحقق الانسبيه دهيت فطبعا ما بين الكوبري والكوبري كوبري فبالتبعيه الجسر الترابي عالي التكلفه بتاعه شبرا بنها الكيلو تقريبا يا فندم بيتكلف حوالي 70 مليون جنيه الكيلو 70 مليون الكيلو لتحميل بقى المنشات تحميل المنشات الصناعيه بالظبط الصناعيه يعني عكس بقى لو كنا بنعمل كوبري او طريق على طريق صحراء على طريق في منطقه صحراويه هو الكيلو وصل لكام دلوقتي الكيلو تقريبا بيوصل ل 12 مليون 12 مليون لو في طريق صحراوي ده انا كنت قديمه قوي ايام الكيلو رخيص الكيلو رخيص طبعا لا بس حضرتك المواصفات اتغيرت احنا بقينا نعمل مواصفات حقيقه ممتازه يعني مواصفات تحترم مش بس مستخدم الطريق لا عابر الطريق انا دايما لازم بقى جه الوقت اللي احنا نراعي عابر الطريق بنفس القدر اللي احنا بنراعي فيها مستخدم الطريق ومراعاه السلامه والامان والبيئه المحيطه يعني احنا دلوقتي بنفكر في الفلاح كويس يعني بنفكر في اي حد محيط بيه الاهم بقى من كده ان انا ده امنيتي بقى للساده المحافظين ان شاء الله ان وده الحمد لله ان سياده الرئيس طلع قرار ان المنطقه المحيطه بالطريق ما حدش يتعدى عليها لمسافه 2 كيلو من هنا حرم الطريق احترام حرم الطريق يعني مش عايزين نفاجئ في يوم من الايام زي طريق الدايري طريق الدايري كان يوم ما اتعمل كان كويس بس كان يفتقد ان طريق خدمه هنا وطريق خدمه هنا اللي حصل ايه بقى زحف عمراني على الطريق على يعني دلوقتي لدرجه احنا مشينا في الطريق الدايري يعني ناس قاعده في البلكونه شايفاهم بالكامل يعني فيعني وصل ان ان ان, إن العمران زحف في يعني الحقيقه في فتره في بدايه الالفينات زحف غير محمود اطلاقا على الطريق الدايري فاحنا لازم نعمل كنترول على الكلام ده عشان نعظم من الاستفاده من الطرق دهيت يعني ان الطرق دهيت مش ما يجيبش بقى عشوائيه استخدامات الاراضي اللي حوالينا ده واجب الساده المحافظين وعامه بقى تطبيق القانون يعني تطبيق القانون بالفعل زي اللي حصل في الفتره اللي فاتت كان ملف مهم جدا ملف استرداد الاراضي فاي حد يعمل تعدي على الاراضي حتى لو كانت حرم الطريق المفروض يبقى فيه تحرك معاه يا استاذ حضرتك نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم هنتكلم بقى احنا اتكلمنا في التكلفه طب التكلفه دي هنقدر نجيبها ازاي عشان نعمل صيانه وعلشان نعمل طرق جديده بعد الفاصل مرحبا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن التكلفة اتكلمنا عن مشروع قومي للطرق مشروع كبير جدا الدولة بتستثمر أموالها في الطرق والبنية الأساسية طبعا لأسباب عديدة جدا منها ان هي بتخدمنا وفي نفس الوقت ان احنا بنجذب استثمارات المستثمر لما هيلاقي في بنية أساسية اكيد بيبقى أسهله بشكل كبير السؤال كان قبل الفاصل مرة تانية طبعا برحب بحضرتك سيادة الوزير والسؤال كان قبل الفاصل امتى هنلاقي بقى هذه الطرق بتضر دخل على الدولة ان نغير المنظومة ما تبقاش فقط يعني استثمار بدون عائد لكن يبقى في عائد علشان نعمل الصيانة وايضا لانشاء طرق بديلة تمام هو دي نقطة مهمة قوي بقى ده التغيير الثقافي الثقافة لازم تتم بقى ان احنا يعني يريد ان نبص للأسد او ده الاصل ده ان هو مش بس وسيلة مهمة لينا لحياتنا او للاستثمار وإلى اخره لا ده لازم كل حاجه من دول بقى لازم نفكر في صيانتها ومصاريف التشغيل بتاعتها اللي هي بنسميها احنا الابكس يعني لما تعمل اي طريق او اي كوبري او اي عمل حتى هندسي بتشوف الكابكس اللي هو بيكلفنا ايه والابكس بقى اللي هو الاوبريشن والمينتنس والصيانه والتشغيل والكلام ده ومصاريف الاداريه والى اخره طيب دلوقتي انا هعمل صيانه الطرق دهيت او اي كوبري او اي طريق معروف جدا ان الطريق بيبتدي الصيانه بتاعته بعد 3 سنين من تاريخ الانشاء 3 سنين ده بيبوك احنا شبكه الطرق اللي كانت عندنا قعدت 30 سنه وبعد كده فكرنا نبتدي نعمل فيها صيانه بيبوك ده نعلم الطلبه عندنا في الكليه يعني نقول لهم ان الطريق يبتدي الصيانه بتاعته بعد 3 سنين وبعد كده بيتعمل له صيانه خفيفه وبعد كده صيانه رئيسيه وبعد كده صيانه جسيمه، صيانه جسيمه يعني انا بشيل الاسفلت والجسر والطبقات وبعيدها تاني يعني. احنا في مصر بنعاني مشكلتين، بنعاني عندنا فترات الصيانه سريعه اللي بتتطلبها للاسف ليه او هقول لك دي نقطه يمكن اتكلمت مع حضرتك فيها ديت من
من سنين قبل كده، مش قوي يعني، بس كان بخصوص الـ 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 الأحمال المرية اللي ناتجه من عربيات النقل، النقل التقيل. عدم التزام النقل التقيل بالحمولات التصميميه بتؤدي الى ان بيحصل تدهور سريع لطبقات الرصف. وعملنا احنا حقيقه دراسه هنا في الـ في الـ في الـ في الوزاره، وبعتناها حتى لجنه الكود المصري للـ 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 للطرق، وقلنا لهم يا جماعه الموضوع دلوقتي بقى مش متوازن اطلاقا. اي غرامه في الدنيا اللي احنا بناخدها دهيت نتيجه الحموله الزايده بتؤدي الى ضرر في طبقات الرصف تفوق بمراحل يمكن 10 اضعاف قيمه الرصف، قيمه الغرامه اللي احنا بناخدها. فاحنا لازم نفكر بقى في الحاجات الكل الماتريكس ده اللي هي المصفوفه دي. عندنا احمال تقيله، عندنا مفيش صيانات، يعني مش عايزين الطرق دي تقع مننا زي ما وقعت تهلك زي ما حصل قبل كده في الماضي يعني. فلازم يكون في كل شيء ليه نموذج اقتصادي معين. من ضمن النموذج الاقتصادي المعين ان احنا نحصل على مقابل رسوم لهذه الطرق سولونج انها ليها بديل. معانا النهارده عندي طريق دائري اقليمي موجود، طب انا مش عايز تمشي على الطريق ده، ما حدش هيجبرك، انت ممكن تاخد سكك ثانيه، بس السكه الثانيه دي هتبقى اطول، وهنحسبها مع بعض حسبه بسيطه انها بتؤدي الى استهلاك بنزين او سولر اكتر، فبالتبعيه هتقع عليه في اكتر اغلى يعني. الحاجه الثانيه ان احنا بناخد تعرف بسيطه على الملاكي او على النقل ان هو يعدي على هذا الطريق. مش بس كده، احنا عندنا كمان اعلانات. كنت لسه هسال في الموضوع ده. نقدر نعمل اعلانات على الطريق، وده بنسميه احنا او السايد بيزنس او الكوميرشال بيزنس، انما اللي هو الاقتصاد الجانبي لهذا الطريق. انما الاساس الطريق، الاساس البيزنس بتاع الطريق اللي هو العائد الاساسي، المفروض العائد الاساسي هو الكارت الكارت اللي هو بيدفعها. فالفكره ان انا برضو حقيقه بطلب من الناس ما يحسبوهاش ابدا قيمه الكارت دهيت. لا ده النهارده العائد الاقتصادي يا فندم، انا هقول لك حاجه بسيطه قوي يمكن كلنا شعرنا بيها بعد ما الطريق الاسكندريه اشتغل. احنا كنا بندفع كام في البنزين او استهلاك العربيه للبنزين قد ايه قبل وبعد. بس خدي بالك برضو انا هحاسبها للناس اللي بتمشي بتلتزم بالسبيد اللي هي ال 120، انما مش هحاسب واحد بقى بيمشي على 150 160. طب ده احنا بنزين طبعا بكتير اكتر بكتير من اللي عادي. انا وبعد كده عامل الامان مش بفلوس، ان انا امشي على طريق مؤمن ده مش بفلوس، ده غير مقدر، ده بقى ده نطلعه بره الحسبه. لان الامان يعني الامان للبني ادم على الطريق ده ما يتحسبش يعني. بالتأكيد. انما انا زي ما انا حسبت النهارده بسرعه كده لحضرتك الصبح، قلت لك ان طريق شبرا بنها النهارده بكل بساطه على الطريق القديم العربيه بتستهلك تقريبا، العربيه النقل المحمله بتستهلك حوالي من لتر وربع للكيلو، او لتر تقريبا وربع، لتر 2.2 للكيلو، وهو بيمشي 40 كيلو يعني بكل حسبه بسيطه جدا هتجديها انها 60 لتر. النهارده لو مشي على الطريق الجديد هيستهلك حوالي فعلا من 10 لتر في الكيلو، يعني عنده تقريبا خفض تقريبا حوالي نص لتر لكل كيلو، يعني نص لتر فيه حوالي 20% تقريبا. يعني في 40 كيلو يعني احنا بنتكلم في 20 لتر تقريبا، يعني 20 لتر في 3 جنيه ونص النهارده رقم طبعا بالتاكيد. بتتكلمي على رقم رهيب ده، كل ده مره في الرحله الواحده. في الرحله الواحده بالظبط. الحاجه الثانيه ان هو الوقت السريع اللي هو هيقدر يروح ويرجع، يروح ويرجع في كذا كذا مشوار. فطبعا دي هتزود له عدد الرحلات، فبالتبعيه هتزود له العائد. اللي هو عنده عربيه على القسط ولا حاجه يعني يقدر بشكل سريع. بالظبط كده. فهو كل ده لازم يتحسب حساب. احنا عاملين 40,000 تقريبا مقدر تقريبا للطريق دوت ان هو هيجذب حوالي 40,000 او 50,000 سياره في اليوم. لو انا خدت تقريبا افريج تقريبا يعني في اليوم حوالي من 15 الى 20 جنيه للملاكي والاجره والعربيات النقل. الملاكي طبعا هتبقى اقل بكتير من الرقم ده، انما انا بتكلم على النقل التقيل. هتقدري احنا نقدر نحقق حوالي تقريبا يعني مليون جنيه في اليوم، مليون جنيه تقريبا في اليوم من غير الاعلانات طبعا. فدي طبعا تقدر تجيب عائد مش بطال ابدا. يعني نقدر نقول البي باك بتاع الطريق ده نقدر يكون في خلال حوالي 8 سنين او 7 سنين.
في باك كامل يعني. بس مش بس كده، احنا برضو حدنا مصاريف الصيانه. طبعا قلت لحضرتك بعد ثلاث سنين لازم هنبتدي نصيف، لازم نحط طبقه ثانيه للاسفلت، هنبتدي نبص عليه. صيانه نيوجيرسي اللي حضرتك شفتيه النهارده ده بالظبط، وكنت معجبه بيه، اللي هو الحواجز الخرسانيه، صيانه العلامات المروريه، صيانه التخطيط، كل الكلام ده هو بيكلف كتير يعني. يعني مش بس عائد، بس المهم ان هو في تخطيط وبالفعل في دراسه كمان ان هو العائد بتاعها. احنا كل املنا ان الطريق يصرف على نفسه، ان الطريق يعني يصرف على تشغيله وصيانه، على تشغيله وصيانه، يعني كل العائد اللي بيجي ده يصرف على التشغيل والصيانه. بس حضرتك اثرت على التشغيل والصيانه، ده ممتاز. حضرتك اثرت موضوع مهم جدا، وده اللي هينقلنا بقى لتطوير منظومه النقل. احنا بنتكلم بقى في نقل ركاب وبنتكلم في نقل بضائع. خلينا نبتدي النقل البضائع عشان هو اللي متصل شويه بالموضوع. ان 85% من نقل البضائع هنا في مصر بريا، مع ان احنا عندنا 96% يا فندم، 96% 96% كمان. اكتر من 96% كمان، ده احنا يعني احنا كله شغال بر. لا 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 لا، ما هو ده دي المنظومه، هو ده الخطوره بقى اللي احنا يعني بنطور شبكه الطرق. لو نسينا السكه الحديد هتجيب نتيجه عكسيه. تاني، لو انا فكرت في طرق بس ونميت الطرق، فبالتبعيه كل الناس هتتجه ل، بقول للناس انقلوا في هذا الاتجاه بالظبط. لو انا اهتمام بالطرق واجب وكان ضروري، لان هو زي ما قلت لحضرتك الكويك وين. انما لو انا اهملت السكه الحديد والنقل النهري، اكني بدفع للناس للاتجاه ده. طبعا الاتجاه ده بيستهلك بنزين كتير، بيستهلك سولار كتير، بيستهلك زيت كتير، بيستهلك رصف واهلاك للطرق كتير، بيستهلك بيكلفني فاتوره حوادث كتير. فاخد بال حضرتك، فهي مش معنى كده ان انا بهتم بالطرق اللي انا انسى السكه الحديد، ده بالعكس. ده احنا يعني بقى جات لنا استراتيجيه بنتكلم فيها ان احنا ننقل النقل البضائع للسلك الحديد والنقل النهري ايضا. طبعا احنا بنستهدف اساسا ان شاء الله 2022 نقل بضائع على السلك الحديد تصل الى حوالي 25 مليون طن. 25 مليون طن حاليا، دلوقتي 3 مليون وربع 4 مليون طن يعني. احنا الحمد لله في الاربع خمس شهور اللي فاتوا دول زودنا نقل بضائع في الشهر كتير قوي، يعني وصلنا ل 70 الف طن زياده عن قبل كده في الشهر. يعني لو مشينا ان شاء الله بالمعدل ده، بس هو المعدل ده كان قل شويه في شهر 6 عشان رمضان، انما هنعلى تاني ان شاء الله في شهر 7. معلش سؤال، احنا عندنا بنيه اساسيه تسمح بكده؟ يعني احنا عندنا، معلش انا اسفه نتكلم شويه تفاصيل بس برضو الناس تبقى فاهمه الموضوع. يعني احنا عندنا القضبان، الفلنكات الخشبيه اعتقد ان هي لا تستحمل النقل باحمال واوزان كبرى، لازم استبدالها بفلنكات اسمنتيه، لازم القضبان يتم استبدالها. عندنا بنيه اساسيه تسمح بده؟ لا، ما هو ده اللي احنا قلناه بقى. احنا عشان بقى بص حضرتك، جرى تطوير السلك الحديد لعقود طويله، تطوير محطات عربات او عربات، محطات او عربات، بنيه يعني فوقيه، بنيه فوقيه، بنيه اللي هي الرولينج ستوكس، اللي هي البنيه الفوقيه زي حضرتك الوحدات المتحركه. انما النظره الشامله للسكه النهارده، انا دايما ليا يعني كلمه كده بقولها ببساطه شديده، ايه جدوى اللي انا اعمل رخام في بيتي او سيراميك شيك، وانما الاساسات فيها مشاكل. بالظبط، انهي اولى لما يكون عندي فلوس اخش على الرخام ازينه واشيكه، ولا مش قادر اقعد في البيت اصلا؟ وانا بالظبط كده، هو ده اللي انا عايز اقول. احنا لازم نهتم بالبنيه الاساسيه اللي هي القضبان زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، دي نمره واحد، اللي هي التظليط والانفراستراكشر اللي هي خاصه بالسكه نفسها. والاهم من كده كمان اللي او بيكون مفروض بالتوازي معاه، الاشارات اللي هو الاشارات اللي هي بتتحكم في وسيلة القطارات او تحكم المزلقانات. ما هو بص حضرتك، السكه والمزلقانات والاشارات منظومه واحده. لدرجه حضرتك حاجه، احنا عندنا عملنا شغالين دلوقتي منظومه اشارات كبيره في طريق القاهره اسكندريه اللي هو من بنها لاسكندريه، وان شاء الله قربنا نخلصها، يمكن اخر نهايه 2018 نخلصه. ساعتها تقدري تروحي ان شاء الله باذن الله القاهره اسكندريه. دلوقتي في القطر الفي اي بي بياخد ساعتين وثلث تقريبا لساعتين ونص. ان شاء الله باذن الله لما هيخلص منظومه الاشارات الجديده دهيت اللي احنا بنعملها، هتاخد لها ساعتين الا خمس دقائق ان شاء الله. كويس قوي. يعني ساعتين خمس دقائق الا ساعتين. في مجال يعني في توفير خطوط؟ هو خط ده مزدوج اساسا. انما ايه اللي بنعمله؟ ان احنا بنحوله الى اشارات كهرباء او الكترونيه.
فالاشارات الالكترونيه نقدر نقلل من زمن التقاطر وعمل البشري هيقل طبعا خطا. فانت بتقللي العامل البشري تقدري تزودي القطارات وانت مش قلقانه. بالظبط. يبقى اذا التقاطر ما بين القطر والقطر نقدر يعني وما نسمعش عن بقى عن حته بقى لا الزحمه على شبكه التذاكر وفي بالذات في فتره المواسم والكلام ده نقدر نزود قطارات واحنا مش قلقانين. لان اهم حاجه في السكه الحديد هي الامن والسلامه. اكيد ده نمره واحد طبعا. يعني ده هدف لا يعني انا الحقيقه مش مفروض ان انا اسميه هدف. يعني ده مش مفروض ان هدف حد ذاته. ده حاجه طبيعيه الواحد ده الطبيعي ان هو لازم يعني بالزبط. يعني حتى في مثل انجليزي بيقول هاو سيف يو ار از وير يو ار. يعني هاو سيف يو ار انت مقدار الامن اللي انت فيه يدل اللي انت فين يعني. فهو احنا الامن والسلامه ده حاجه يعني مش مفروض ان احنا نتكلم فيها. ده الاساس يعني. فانما هي هتتيح لنا ايه بقى؟ هتتيح لنا ان احنا نزود القطارات، هتزود لنا ان احنا الشبكه عندنا بدل ما كانت تستوعب في اليوم مثلا مثلا نقدر الخط ده يشيل 150 الف بني ادم، لا نقدر نخلي ال 150 الف دول يوصلوا 250 الف بني ادم من غير ما ناثر على السلام اللي هو الهدف بتاعنا. بالتاكيد. فطبعا دي بالتبعيه هتدير ربح للسكه الحديد. لما انت تزودي الفوليوم يبقى هتزودي الربح اكيد يعني. الاهم من كده كمان اللي احنا عايزين بقى نزود حركه نقل البضايع. طبعا. وانا مش قادر ازود حركه نقل البضايع ليه؟ ان لو زودت حركه نقل البضايع عندي اولى انهي اولى دلوقتي؟ انقل الركاب ولا اولى انقل البضايع بالحاله اللي فيها المترديه للبنيه التحتيه؟ لا طبعا هنقل الركاب. بينما العالم كله بيكسب من البضايع ما بيكسبش من الركاب. احنا عايزين بس حضرتك تشير او تدينا ارقام علشان الناس تتخيل منظومه السكه الحديد. هي للاسف الى الان منظومه تعبانه بتخسر ماديا يعني. يعني التشغيل اقل كتير قوي من العوائد بتاعتها. طبعا احنا حضرتك عندنا بكل بساطه نقل البضائع عندنا بيحقق حوالي 350 مليون جنيه في السنه. لان هو ضعيف جدا. ده طبعا دي حاجه رقم يعني ده مش طموح هزيل جدا طبعا بالنسبه احنا بنستهدف ان شاء الله ان احنا نوصله 3 مليار باذن الله يعني على 2022. الحاجه الثانيه عندنا المسافات الطويله هي اللي موقفه السكه الحديد على رجليها. اللي هي بتتكلم بيه اكتر من 100 في الرحلات اللي هي اكتر من 100 كيلو. انما المسافات القصيره اللي هو بقى الصعيد واسوان والاقصر اسكندريه حتى القاهرة اسكندرية. انما المشكلة اللي هو غير اقتصادي خالص في تشغيله هي قطاعات المسافات القصيرة. قطاعات المسافات القصيرة هديكي رقمين كده. ان الرقم الاولاني قطاع المسافات القصيرة بيستخدمه حوالي 82 مليون بني ادم كل 6 شهور بيدير عائد حوالي 90 مليون جنيه. يعني تقريبا جنيه و10 صاغ التذكرة يعني. تقريبا جنيه و10 صاغ. وده طبعا رقم مش موجود اساسا في العالم كله ولا حتى في المواصلات العاديه اللي جوه مصر. يعني النهارده ارخص مواصله ايه في مصر دوري عليها هتلاقي المترو. حتى المترو برضه يعتبر ارخص مواصله. انما يعني الرقم ده مش هتلاقيه موجود خالص. حقيقه الخدمه مش حلوه. انا بتكلم عشان اكون صريح مع نفسي. الخدمه مش بالنسبه للسكه الحديد ده سؤال الحديد. يعني مش هنشوف ارتفاع في التذاكر. ما هو انا مش هقدر ازود ارتفاع للتذكره. أيوة. غير لما احسس الناس بخدمه كويسه. مهم جدا دي طبعًا. دي قول واحد مهم جدا. يعني احنا الخدمه عشان نحسنها عندنا في حاجتين لازم نعمل. نصلح البنيه الاساسيه دي نمره واحد. ودي للاسف الناس مش حاسه بيها. التكلفه قد ايه يا فندم؟ لا دي تكلفه خياليه. لو قلت لك التكلفه ناخد يعني فكره والناس تاخد فكره عشان تقفل الورقه وتمشي يعني. لا ان شاء الله عندنا امل. الكيلو الواحد بيتكلفنا في في في, في السكه حوالي 6 مليون جنيه. كيلو واحد سكه. والكيلو الواحد في الاشارات عشان نعمله اشارات كهرباء 20 مليون. يعني احنا بنتكلم الكيلو الواحد يتكلف 26 مليون. نقول عشان نعرف نحسبها 25 مليون. 25 مليون يعني لما يكون عندك انت حضرتك احنا عندنا في الطوالي 5000 كيلو 5100 كيلو الطوالي. لا السكك اللي هي او سكك السكه يعني اسف اللي عندنا الطوالي عندنا حوالي 1800. يعني لو اللي هو ليهم اولويه قصوى يعني الطوالي اللي لو ضربت ال 1800 في حوالي 25 مليون انت بتتكلم في حدود 50 مليار جنيه. عشان كده انا قلت احنا محتاجين وبصفه عاجله حوالي 45 مليار جنيه للسكه الحديد عشان يبقى نقول عندنا سكه حديد. احنا عايزين مشروع قومي بقى للسكه الحديد. فعندنا 45 مليار جنيه للبنيه الاساسيه. انا لسه ما جيتش على الجرارات.
احنا ومحتاجين، احنا تعاقدنا على 100 جرار جداد، وتعاقدنا مع 100 جرار جداد مع البنك الاوروبي في لتمويل ده نقل ركاب ولا نقل بضائع؟ ال 100 جرار اللي احنا تعاقدنا عليهم دي كان نقل بضائع عشان اعلي المنقول بالبضائع، ما انا مش هقدر اعليها غير بجرارات قويه طبعا اكيد، والجرار بتاع نقل البضائع لازم يكون ليه مواصفات خاصه، نقول قوي جدا أكيد. يعني ما يقلش عن 4100 حصان ولا 4200 حصان، عشان بيجر 40 عربيه طبعاً. العربيه الواحده فيها حوالي 70 طن او 60 طن. الحاجه الثانيه احنا عايزين كمان جرارات اكتر من كده، لان كل الجرارات اللي عندنا قديمه جدا مضى عليها اكتر من 30 سنه، اللي هي الجرارات بيسموها هنش الالماني، وحقيقه الجرارات ممتازه كان جابها استحملتنا وشالتنا كتير، استحملتنا كتير، كان جابها لنا ممدوح بيسالم الله يرحمه ايام فتره الزعيم الراحل انور السادات، ابتدت تيجي على مراحل، كانت اخر مرحله جت فيها الجرارات ده هي كانت سنه 90، يعني اجدد جرار عندنا في السكه الحديد اللي هو شايلنا من سنه 90 الجرارات دي لسه موجوده ما فيش شغالة. اي بالظبط حضرتك، يعني هي باي بوك برضو ان الجرارات دي بتقعد 15 سنه يعني وتعمل يعني فيعني الحمد لله الحقيقه انا شاكر بثمن قوي مجهود الرجال في السكه الحديد ومجهود الورش في السكه الحديد، ان هم حقيقه يعني لا يعني هم التولز اللي معاهم ضعيفه جدا، فكون ان الحمد لله السكه الحديد ماشيه بالامكانيات الضعيفه دي انا دي بترجع لرجاله السكه الحديد. لكن هنشوف قريب جدا تطوير التطوير المنصوب، بس هي مش هتاخد يعني مش اقل من سنه ونص عشان نبتدي بقى الجرارات دي تجي لنا. كويس، احنا يعني احنا بنتكلم على اول 2019، احنا الاول كنا بنتكلم مش قبل خمس ست سنين، لا قبل 10، لكن خلاص الجرارات خدناها يعني احنا يعني الحمد لله يعني يعني في كان جرارات حلوه جدا كانت جت في 2008 بس كان فيها مشاكل ان ما عملوش يعني هم 80 جرار ما كانوش عملوا عقد للصيانه، فالجرارات دي ابتدت ايه تعطل على حاجات عبيطه بالزبط. يعني حاجات بسيطه، حاجات سوفت وير، تخيلي يعني الجرارات اصلا سوفيستيكيتد شويه ماشيه طبقا لل يعني دلوقتي خد بالك تدريب معين كمان وناس عماله معينه بالزبط. تتعامل بالظبط، ناس فنيه معينه وسوفت ويرز معينه، فتخيل عشان سوفت وير يعني يبقى فيه مشكله الجرار يقف، فطبعا احنا عملنا عقد صيانه لهذه الجرارات كمان، فان شاء الله في عندنا 100 جرار جديد وفي معاهم 80 جرار القدام، مش القدام قوي هم بقى لهم 7 سنين او 8 سنين بس السكه حديد بتستخدم حوالي 20% فقط منهم. هيحصل هنعمل لهم احياء، عندنا في 100 جرار ركاب جداد برضه بنتفاوض مع شركه عالميه على 100 جرار تاني، عشان احنا محتاجين على الاقل 300 جرار للسكه الحديد عشان قوه الجر عندنا في السكه الحديد تعبان، فلازم عشان كده بنسمع عن اعطال كتيره وانا بتاسف جدا. ده لسه غير العربيات كمان، لسه غير العربيات، عشان كده بنسمع عن اعطال كتير قوي يعني في عطل بيقول يعني ناس بتقول يا دكتور هشام عندنا القطر اتعطل النهارده لمده ساعه الا ربع على الطريق. فعلا للاسف انا ودي يعني للاسف دي يعني الباك لوجز بتاعت الفترات اللي فاتت بتبان دلوقتي بالتأكيد. بالذات في ايام الحر في ايام الحر الشديد جدا ديت، ان احنا عندنا الجرارات اللي بقول لحضرتك بقى لها 30 سنه شغال قديمه طبعا، فبيحصل لها صيانه لا طبعاً. الصيانه طبعا ضعيفه وكانت ضعيفه اكتر، ضعفت اكتر بسبب ازمه الدولار اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت طبعا. فطبعا ما قدروش يجيبوا قطع غيار، فابتدت تبان تاثيرها اكتر دلوقتي مع كمان درجات الحراره العاليه، فاحنا الحمد لله دلوقتي شغالين في خطه بسرعه لاستخدام قطع غيار وان شاء الله يعني شغالين فيها بحيث ان احنا نحافظ على اللي موجود حاليا، انما التطوير الحقيقي هيبقى في بدايه 2019 بدايه 2019. طيب نخرج برضو مره تانية الفاصل ونرجع نطمن، احنا طمنا دلوقتي ان اسعار السكه الحديد ثابته لحد ما الخدمه تتحسن، لغايه ما تتحسن الخدمه. الخدمه هنرجع بقى نعرف اسعار المترو ثابته ولا بعد كده. برحب بحضراتكم مره تانية الجزء الاخير من حلقتنا، وكنا يمكن سالنا سياده الوزير قبل الفاصل اسعار تذاكر المترو، كل الناس بتسال بعد خصوصا تحريك الدعم على المحروقات، هل في اتجاه لرفع اسعار المترو مره تانية؟ احنا عندنا بنتاثر في المترو، السكه الحديد بتتاثر بالمحروقات السكه الحديد مترو كهرباء بس ما هو برضه في نفس انا هحسب لك حسبه بسيطه جدا للسكه الحديد معلش بسرعه، ان السكه الحديد اتاثرت بحوالي 350 مليون جنيه في السنه، عندنا خسائر 350 مليون جنيه من 1/7 ليه؟ بسبب ده سعر السولار ليه؟ اللي احنا
يعني هنعمل 850 رحله تقريبا في اليوم، الافرج بتاع الرحله حوالي 100 كيلو او حوالي 130 كيلو تقريبا، فاحنا او 120 كيلو، فاحنا بنعمل تقريبا 120 الف كيلو في اليوم. استهلاك الجرار العجوز اللي عندنا ده بيستهلك حوالي 5 لتر لكل كيلو، 5 لتر سولار لكل كيلو، يعني 600 الف لتر يوميا. يا نهار ابيض، يعني في احنا حركنا السعر السولار بحوالي جنيه 35 قرش، يعني عندنا 600 في جنيه 35 قرش يعني مليون جنيه يوميا. فرق سعر السولار في 365 يوم يعني 365 مليون جنيه خسائر في السكه الحديد نتيجه تحريك سعر السولار. كل يوم بنخسر مليون جنيه. انما انا سعيد بيه. ليه بقى؟ لان ده كان واجب، يعني ده كان لازم. بالتاكيد. يعني بالتأكيد. انا بقول لك سعيد ليه؟ احنا هنكسب ان شاء الله على المدى الطويل. ان شاء الله. بص يا فندم، مفيش حاجه اذت السكه الحديد وشبكه السكه الحديد غير ما يطلق عليه دعم المحروقات. دعم المحروقات ده جاب نتيجه عكسيه على السكه الحديد، ان خلى الناس تروح على الطرق. بالظبط. يعني خلى حتى اللي بينقل بضايع الناس تهجر السكك الحديديه والاتجاه للعربات والمشاكل. فهو ده التوجيه للاسف الغلط. ده السبب ان احنا وصلنا 96% نقل بضايع على او 96.5 نقل بضايع على الـ على الـ على الـ طب مره ثانيه، المترو ما فيش المترو اتاثر بالكهرباء. اتاثر بالكهرباء. ان معالي وزير الكهرباء طبعا وله حق، كل الحق، هو عمل الحقيقه طفره كبيره جدا في لازم الخدمه يلاقي قصادها، ما فيش كلام. يعني النهارده احنا بننسى، بس احنا لو نفتكر بس سنه 2013 كنا بنتجمع في اوضه واحده في الايام الحر الشديده ده. والله مش هننسى الايام دي. الايام دي طبعا دايما تعالي ما تنساش يعني. طبعا يعني الحمد يعني لحد 2013 كنا بنعاني. جاء الصيف 2014 ابتدى يحصل انفراجه شويه، جت 2015 الحمد لله دلوقتي عندنا وفره زياده، عندنا النهارده سيربس او في وفره طبعا في الكهرباء. طب ما هو الكلام ده اتعمل حصل فيه تدفق استثمارات كبيره عشان نوصل للحاله اللي احنا فيها النهارده. 42 حراره وصلنا، اي ثينك النهارده يمكن الشبكه النهارده تعدت ال 30 جيجا وات. يعني النهارده ما كانش عندنا مشكله. فهو عمل طفره لازم طبعا البلد، عشان زي ما حضرتك قلتي يعني كنا بنتكلم على الطريق، الريفينيوز بتاعته هتيجي ازاي؟ العائد يعني. العائد. فهو لازم يجيب الكلام ده طبعا. هو في الاخر يبقى اقتصاد فاشل، والقدر لا تبقى المحطات تقع تاني لو ما انت عملتلهاش صيانه. ما برضو كلنا لازم ندور على الكلام ده. هو النهارده المترو كان بيستهلك الخط الاولاني حوالي 15 مليون كيلو وات ساعه في الشهر. 15، والخط الثاني بيستهلك حوالي 20، والخط الثالث بيستهلك حوالي 5، يعني اجماليهم في الشهر كده حوالي 40 مليون كيلو وات ساعه. اتحرك السعر حوالي 15 قرش، يعني من يعني 10 اللي فيه جهد فائق وفي جهد عالي. الافرج تقريبا حوالي 12 قرش او 13 قرش، يعني احنا بنتكلم في حوالي يعني خساره سنويه حوالي 60 الى 65 الى 70 مليون للمترو. طيب احنا كنا قللنا الدعم على التذكره بالظبط في شهر 3، هي ما زالت مدعومه. طبعا يا فندم، قيمه التذكره ما زالت مدعومه للمترو. احنا قللنا الدعم من جنيه وصلت ل 2 جنيه. طيب احنا دلوقتي هل هنقدر نتحمل الزياده في سعر الكهرباء؟ نقدر نتحمله. نقدر نتحمله لمده سنه ان شاء الله، يعني نقدر نتحمله السنه دي ان شاء الله عشان اهلنا ما نزودش سعر الكهرباء عليه. طيب هل في فكر اللي احنا نزود تذكره في المستقبل؟ لا، قول واحد لا. احنا هنعملها في المستقبل محطات، مش هنزود سعر التذكره، هنعملها محطات. يعني معنى اخر ايه؟ يعني اللي بيزيد عن مسافه معينه زي كل العالم. يعني دي حتى دي بنسميها دي يعني دي عداله اجتماعيه. يعني عداله اجتماعيه مش معقوله بالتذكره اللي ياخد المترو من اول لاخره زي اللي بتاع محطتين. بالتاكيد ده اللي احنا هنعمله. ده اللي احنا هنعمله عشان نظبط بس الحته دهيت. ودي ما لهاش علاقه بالبوابات اللي احنا بنعملها دلوقتي خالص، لا. هي ليها علاقه باتساع الشبكه. احنا في مترو الانفاق شغالين يعني ولاول مره مترو الانفاق في الخط الثالث رايح ناحيه الشرق، والخط الثالث رايح ناحيه الغرب. والخط الرابع ان شاء الله هتسمعهم باذن الله في بدايه السنه الجديده 2018، احنا دلوقتي المقاولين بيقدموا، هنبتدي في 2017. وهتسمعي ان شاء الله عن قريب برضو خط ال ار تي ماشي من
بيروح العاصمه الاداريه. يعني احنا يعني المترو كمان انا اصل عشان الوقت للاسف احنا وقتنا لا يعني المترو ما فيش زياده زي ما قلت لحضرتك لكن هيوصل العاصمه الاداريه في اتجاه لان في اتجاه طبعا نوصل العاصمه الاداريه طبعا بالظبط وفي شبكه سكك حديديه كهربائيه في اتجاه ما هو ده ما هو ده سكه حديد كهرباء ده الار تي وفي بنعمل دراسه بقى مع معالي وزير الاسكان سكك حديديه سكك حديديه بقى سكه حديد ما هواش ال ار تي يعني مش كهربائيه كهرباء تربط العاصمه الاداريه بالقاهره باكتوبر باسكندريه وفي وكمان للعالمين والعين السخنه مستقبلا يعني. طب في دقيقتين بقى لان انا احنا وقتي انتهى النقل النهري النقل النهري زي ما حضرتك قلتي ما اتخضيتي من 96.5% ده هي انها بتروح للطرق وهي على فكره يمكن اكتر كمان من 96.5 يعني انا برضو مش عايز اقول الرقم كام لان هو يعني هيتغير يعني ما فيش وسيله اخرى يعني ما فيش وسيله اخرى. النقل النهري بقى كان بينقل حوالي 2 مليون طن السنه اللي فاتت وده حاجه قليله. بص يا فندم احنا يعني تخفيض الدعم على السولر ده مفروض على طول الجري كده ما فكرش غير في نقل السك الحديد والنقل النهري على طول لان النقل النهري بينقل يقدر ينقل القمح. وعملنا اجتماع لطيف جدا مع معالي وزير التموين الاسبوع اللي فات وشكلت لجنه فنيه من عندنا في الوزاره وهو هيشكل لجنه فنيه من الصوامع وهيئات اللي عنده بحيث اللي هي ننسق ما بيننا الحاجات اللي نقدر كسلع تموينيه ننزلها على النيل وننقلها بالبرج على طول هنعملها. طب ودي هتوفر سبقه من الحكومه عشان الكل يعمل بعد كده يبقى ده في نفس الوقت نوفر بالتاكيد يعني انت النهارده تخيل حالك السمك لو نقلناه بريفرز معينه او ببرادات من اسوان لحد القاهره يبقى سعر السمك البلطي ينزل ولا لا؟ كل حاجه بالتاكيد هتنزل بدل بعيد هو احنا عندنا النقل النهري عندنا بوتنشال عالي جدا. عندنا مشكله في الثلاث شهور في السنه اللي هي فتره السد الشتوي الري فتره السد الشتوي اللي فيها المستوى بينزل احنا هنتغلب عليه بشويه يعني شويه دراسات كده هنعمق في بعض الاماكن اللي هي ده موجود في كل انحاء العالم متهيألي بره بيبقى فيه تلج بالظبط احنا عندنا هنا تلج وهنا بيبقى فيه سد شتوي فان شاء الله برضو هيبقى لنا محتاجه برضو شويه يعني ضوابط شويه لشغل الاهويس احنا شغالين فيها مع وزاره الري ان شاء الله. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي جزيل الشكر طبعا سياده الوزير الدكتور هشام عرفات وزير النقل افدتنا بشكل كبير جدا وكل التوفيق وكل يعني الامتنان لكل خدمات الحقيقه بالتاكيد كل الناس حاسه بالانجاز الكبير وخاصه برضو نرجع مره ثانيه شبكه الطرق القوميه كلنا حسينا بيها وان شاء الله نشوف قريب ده في مجال بقى السكك الحديديه. جزيل الشكر وميرسي جدا لحضرتك شكرا شرفتنا شاهدينا كده خلصت حلقتنا نشوفكم بكره ان شاء الله.